هذه كانت انطباعات لبعض المشاركين في الدفعة السادسة من رواد الأعمال في برنامج التوجيه إلهام ونجاح، الذي سنتحدث عنه بشيء من التفصيل مع ضيفنا هيثم بن خالد القرني، دائرة التطوير والتمكين بهيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. هيثم حياك الله معنا. أهلا بك أستاذ خالد، جزاكم الله خير أول شيء، ونشكر لكم استضافتكم الكريمة إن شاء الله تعالى. تابعنا انطباعات إيجابية جدا من الشباب المشاركين في البرنامج، فما الذي قدمتموه في هذه الدفعة السادسة من برنامج التوجيه إلهام ونجاح؟ حقيقة قدمنا ما هو يعني يمكن ويساعد رواد الأعمال للصعود بمستواهم الشخصي ومستوى المؤسسة في ذات الوقت. طبعا برنامج التوجيه أنهى دفعته السادسة، وإذا تحدثنا عن تاريخ برنامج التوجيه بدأ طبعا فكرة ناشئة في 2013 في ندوة سيح الشامخات، ومن ثم رتأت الهيئة أنها تقوم بتطوير منهجية برنامج التوجيه، فقامت بالتعاون مع المنظمة البريطانية برينس تراست، فقمنا نفس الحالة بالعمل على نفس المنهجية المتفق عليها حتى عام 2018، ومن ثم وقفت الهيئة وقفة جدية لتقييم ما تم تقديمه من برامج أو دفعات خمسة سابقة في 2019، ومن ثم أطلقنا الدفعة السادسة في منتصف 2020. نعم، المستهدفين هم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة القائمين على مشاريعهم. نعم. بالإضافة إلى رواد الأعمال القائمة مشاريعهم، عندنا مستهدفين اثنين رئيسيين اللي هم الموجهين والمتخصصين التجاريين. نعم. إيش طبيعة إذا قلنا البرنامج نفسه، ما الذي يحويه؟ وإيش نتوقع إنه الشباب بعد خضوعهم لهذا البرنامج يخرجوا به من مهاراته معه؟ طبعا برنامج توجيه يهدف إلى أربعة أشياء رئيسية. أولها أنه نمكن رواد الأعمال ونساعدهم في تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملين فيها، ومن ثم نعزز ثقافة الدعم الغير المادي، على أساس أنه كل رائد عمل لازم يعرف أنه المادة ليست كل شيء، وإنما الثقافة وتطوير الجانب المعرفي أهم بكثير من الحصول على المادة في نفس الوقت. ومن ثم البرنامج طبعا مستدام سنوي، ونمكن رواد الأعمال من يكونوا في قادم الوقت هم الموجهين ذاتهم. ما شاء الله، وهذا حدث. حدث نعم. يعني عندنا استفدتم من الدفعات السابقة. بالضبط. وعندنا أمثلة على هذه الأشياء، أن رواد أعمال بدأوها كمتخصصين ومن ثم إلى موجهين إن شاء الله تعالى. ما شاء الله، ما شاء الله. ورابع أهدافنا طبعا أن يكون البرنامج مستدام في نفس الوقت، ويحث على مسألة التطوع للموجهين وللمتخصصين للتبرع بوقتهم وبخبرتهم العملية والعلمية إن شاء الله. إن شاء الله. طبعا وأنت تتحدث كنا نتابع أيضا جانب من هذا البرنامج، وأيضا جانب من حفل التخرج للدفعة السادسة، وبعضها لقطات أيضا من البرنامج السابق في الدفعات السابقة. لكن حابين نأتي على تفاصيل هذه الدفعة السادسة، كونها جاءت بعد دفعات مرت، أكيد اكتسبتوا خبرة أيضا في تنظيم هذا البرنامج وتجويد المراحل التي يمر بها، فكيف مرت مراحل البرنامج في دفعته السادسة؟ حقيقة تتمركز يعني عدة مراحل في برنامج توجيه. نبدأها بمرحلة التسجيل، وقد سجلنا في ما يقارب 400 طلب تسجيل بين الثلاث فئات المستهدفة من رواد أعمال وموجهين ومتخصصين تجاريين، ومن ثم قام الفريق المعني بفرز وقبول هؤلاء المسجلين، فقبلنا 70 رائد عمل و66 موجه من عدة جنسيات، ليست فقط العمانية أو العربية، إنما عندنا بعض الجنسيات الأجنبية وشرق آسيا وما شابه. يعني من أصل 400 مسجل تم اختيار 70؟ 70 رائد عمل نعم، و66 موجه و36 متخصص تجاري. أكيد في معايير محددة لانتقاء يعني هؤلاء الرواد، فممكن تشير لبعض المعايير تختار. نعم بالضبط، في كل حاجة طبعا يكون فيها معايير قبول ومعايير فرز. فنستهدف رائد العمل العماني المتفرغ لإدارة مشروعه في هذا البرنامج، ومن ثم لازم تكون المؤسسة قائمة تشغيليا من سنتين فما فوق، فهذا ينظر لها نظرة جدا يعني قريبة للتعاون طبعا ولتبسيط مسألة التوجيه في نفس الوقت مع الموجه ومع المتخصص التجاري. كم مدة البرنامج؟ البرنامج طبعا الخطة الزمنية مدته 12 شهر كفترة أولية مثل ما ذكرت سابقا، مرحلة التسجيل والفرز والقبول، ومن ثم تكون مرحلة التشبيك اللي هي رائد العمل مع الموجه المناسب له. وهنا عملنا منهجية جديدة، هي منهجية 3-1، فعطينا كل موجه
ثلاثة رواد أعمال، وفي الجانب المقابل عطينا كل رائد عمل ثلاثة موجهين، فقام الطرفين بتقييم ما تم العمل عليه، فسجلنا تقريبا 396 عملية تواصل، وبناء على هذه التواصلات احنا نجحنا نجاح كبير في تشبيك رائد العمل بالموجه المناسب له. يعني ربما هذه هي الدفعة تزامنت مع جائحة كورونا، هل شكلت عائق؟ بالضبط، يعني بدايتها على حسب الظروف اللي استوت طبعا في السلطنة، خصوصا يعني في بداية يناير 2020 أجلنا شوية الموضوع كإطلاق لحملة سادسة، فالحمد لله رب العالمين تكيفنا طبعا مع التكنولوجيا الموجودة في السوق من ناحية اجتماعات ومن ناحية أخذ وعطى في هذا الجانب التوجيهي، حتى في مسألة الاجتماعات بين الفريق الفني في هيئة المؤسسات المتوسطة وبين الأطراف المستفيدة، فكلها كانت تقريبا شبه إلكترونية، طبعا بالتعاون مع أو بالعمل على البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي، كل هذا سهلت طبعا عملية هذه. فشفنا الاشتياق طبعا امس لما فتحنا يعني او خرجنا الشباب الموجودين من الموجهين ومن رواد الاعمال ومن المتخصصين، يعني شوق الى الاجتماعات طبعا، اللقاء الحقيقي وليس نعم بالضبط الافتراضي. بالضبط. طيب ايش نتوقع اللي خرجوه بالشباب؟ يعني شبعنا بعض الانطباعات، لكن عمليا ما الذي خرج به رائد الاعمال ما قبل الدخول في هذا البرنامج وما بعد؟ وهل هناك متابعه ايضا لهؤلاء الشباب بعد 12 شهر بعد تخرجهم؟ من متطلبات التخرج ومن متطلبات التوجيه الحقيقية أنه لازم يطلع رائد عمل بخطة عمل، فلازم في نفس الوقت أنه يتم تحديثها شهريا بعد خطة عمل لتطوير مشروع القائم، لتطوير مشروع بنفسه في عدة المجالات، سواء كانت التسويقية أو الإدارية أو المالية أو التشغيلية أو ما شابه من قطاعات أخرى على حسب مشروع، فلازم يشتغل فيها رائد العمل مع الموجه جنبا إلى جنب في تطويرها وتحديثها والعمل عليها مباشرة طبعا من طرف رائد العمل. هذا في جانب التوجيه، ومن ثم من ما بعد برنامج توجيه طبعا الهيئة قائمة بدور، ولا أخفي عليك هذا، أنه تجعل من الملتزمين والمقيدين في هذا البرنامج من رواد الأعمال والموجهين والمتخصصين التجاريين في مقدمة الأشياء، فمثلا نقول أنهم في مسألة التدريب، في مسألة استشارات، في مسألة توجيه آخر، فنعطي الأولوية إلى هذا الانتقال طبعا أكثر إلى مستوى المؤسسة ذاتها. كل التوفيق لكم، شكرا جزيلا على هذه المشروع. شكرا لك هيثم بن خالد القرني من دائرة التطوير والتمكين بهيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والحديث عن الدفعة السادسة من رواد الأعمال في برنامج التوجيه إلهام ونجاح. شكرا جزيلا. شكرا لك أستاذ خالد. بارك الله فيكم. وصلنا إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج من عمان، إن شاء الله كنتم أيضا استمتعتم بهذه المحطات التي اخترناها لهذه الليلة. شكرا لكم على طيب المتابعة، تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، وهذه تحية من المخرج إبراهيم الزجالي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.